علاش الحكومة ما مخافش هذا ولا وقع شي مشكلة ولا بار ما يمكنش يفوز. هذه دورة عادية، الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني المنظم الديمقراطي النخبوي اللوجستيك اللي من خلالها كتداولوا يعني مشاركات والمشاركين عضوات وأعضاء المجلس الوطني حول الآفاق التنظيمية وكذلك آفاق النضالية وكذلك يعني النقاش حول يعني كل الأمور اللي قامت بها المنظمة في الفترة السابقة، وسيتم من خلالها إصدار بيان ختامي عن أشغال هذه الدورة. أشغال هذه الدورة كيحضروها أكثر من 7 ديال القطاع ديال النخل، وأنتم تابعتوا شفتوا الحضور هو من كل جهات وأقاليم المملكة من أجل كما قلت مناقشه الامور التنظيميه والهيكليه وكذلك الافاق المستقبليه على مستوى التنظيم وعلى مستوى النظام. واحد المجهود كبير من خلال التواصل. حضرت كعضوة الامانه العامه والدور ديالي هو دعوه جميع عاملات قطاع النقل للمشاركه والانخراط في المنظمه من اجل تحقيق المطالب ديالهم. كل شيء العاملات بقطاع النقل خصهم يبانوا بكثافه لانهم كيديروا واحد العمل اللي عنده قيمه كبيره ومخصهمش يبقاو مخبيين في الظل. نورمالمون هذا مجال كنفكر على الرجال وفيه نساء، وفيه نساء بزاف في هذا القطاع خدامات باقين في الظل، بغيناهم يخرجوا يخرجوا داك النور ديال العمل ديالهم ويفتخروا به، في حين يفتخروا بهم الاسر ديالهم والمجتمع ديالهم طبعا، لان عمل يشرف وفيه متاعب ومصائب كبيره سورتو هذا المجال ديالنا.